ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طاهر؟ عرفت عنواني منين؟ مين يسأل ما يتوهش، مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن، ما انت عارفه. لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو لوحده اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط برفان يا طاهر. كلنا اتغيرنا يا حسام بيه. هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق. انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده اني الدمعه كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريه ده. مستني ايه من واحد رد سجون زي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشا؟ انت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان. انما انت ما شاء الله، يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ معينوك مدير الاداره وانا مش دريان ولا ايه؟ اداره ايه يا باشا؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن، اكتئبت من الشغلانه وسبتها وبقيت بشتغل في التجاره. تجاره ايه يالا انت هتصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجه من اساسه؟ انا بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. اخوك ده؟ ايوه، عقبال امانتك له واحد صاحبه راجع من ايطاليا معاه فلوس ايه بالزوفه. وطبعا ما لقاش غيري انا واخويا طاهر عشان يامن لنا على فلوس. بتشتغلوا في ايه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا ايه؟ بهايم؟ احنا مش بنصدر، احنا بنستورد كل حاجه من الصين. ما شاء الله، واضح ان الشغل ماشي معاكوا واشيتكوا معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكوا؟ اشتغل معاك بقى يا مصطفى، انا ما بعرفش صيني. بيقول لك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي، بس ده هيفيدكم بايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك يامي. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشا؟ يا باشا تايم از موني. تايم از موني؟ والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت علي؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك وجت علي انا ودستني. ما احنا بقى جايين لك عشان هيلب يو، يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك وتضحضح عضمك. الدنيا غداره يا حسام باشا، واني بصراحه من ساعة ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل، حتى اسأل الواد كام؟ انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جنان انت هو انا. وانتوا شايفيني ماشي برايا الهدوم مقطعة ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا. وبصراحة يعني شغلانة بلطجي دي مش لد علي. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف، وتبقى حواليك سكرتارية وتبقى مدير، وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ أمال، ده احنا بنستورد شحنات بألوفات، واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعة لازم نحليله جوه. قلت إيه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش والي، خليكوا ورا الكداب لحد باب الدار. حسام الهلالي وافق يشتغل عندي في الشركه، شكله كان واقع واحنا استلقيناه. ايوه كده يا طاهر، وعملت له 5000 جنيه في الشهر. ايه؟ عملت له، بس انا ما عملتش كده الا لما انت قلت لي ان انت اللي هتدفع. مش بس كده، وعاوزك الشهر الجاي تديه 7000 جنيه. ايوه بس ده كتير. ده كده ممكن يتمرع على الشغل. يا طاهر، يا طاهر افهمني، انا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع، افهمني. سلام عليك يا سيدي الناس وعلى مخك الذهب. يا مرحب يا حسام باشا، يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. هو
والله الشركة منورة بأصحابها. أنا مش مصدق نفسي من الفرح. أنا الودي ودي أفرشك الأرض رملة. إيه يا واد شغل الفواعلية اللي أنت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكارة الأسمنت من على كتفك وأنت بتسلم عليه. عيب كده. نزل ياد رجلك. نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسة دي. حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشا. اتفضل أفرجك على مكتبك الجديد. اتفضل. اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا حسام بيه. اتفضل. ايوه من هنا. ها. فيه رأيك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا أنا عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد ده. أنا دافع فيه دم قلبي، بس والله مش خسارة فيك. ده إحنا بينا عيش وملح، وأنا لحم اكتافي من خيرك، وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوصي. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك، دايما كده مندفع وحريق لي كل مفاجآتي. تشرب ايه يا حسام بيه؟ لا على حاجه طبعا متشكر. لا ازاي؟ اياكش يا رب بعد ما كمل اخويا دي. لا انت شارب حاجه. خلاص 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 شاي. انت شاي؟ ها ها شاي بسرعه بسرعه. اني عايزك بقى تورينا الهمه، تورينا الشغل، واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر هديك في ايدك 5000 جنيه. ولو حبيت تشتري عربية بالقسط أو أي حاجة أنا رقبتي سدادة. الخير كتير والحمد لله. ده أنا ممكن كمان أفتح لك حساب في البنك وأحط لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه. ها إيه قولك؟ طمنه يا غالي يا مرات الغالي. استر يا رب. خير يا جماعه؟ ملا حكمت خير ان شاء الله. حكمت جالها نزيف وكانت حتموت وتتصفى منينا. نزيف؟ جالها نزيف فين؟ ما خبراش. الدكتور جوا عنديها، هيخرج ويقول لنا. اهو الدكتور خرج. خير يا دكتور؟ ملا حكمت بنت اخوي. الحمد لله حفظنا على الجنين والجنين بخير. جنين؟ جالك كلامي؟ اسكتوا، مش عايز حد ينطق بكلمه، مفهوم؟ وحشتنا قوي يا حسين. معقول تغيب علينا الغيبه دي كلها؟ والله يا شاهين ده انتوا كمان وحشتوني قوي. ازيك يا ماما؟ نحمده على كل حال. انا عارف ان انت زعلانه مني وعندك حق، بس انا جايلك النهارده عشان اطمنك. خير يا حسام؟ في ايه؟ الحمد لله اشتغلت في شركه استيراد وتصدير ومرتب كويس قوي، 5000 جنيه في الشهر. بجد الف مبروك يا حسام. هيدوا لك المرتب الكبير ده ليه؟ طمني يا ماما، هيدوني المرتب الكبير ده علشان اشتغل في التخليص الجمركي، يعني بحكم معارفي وعلاقاتي في المواني من ايام الداخليه. يعني خلاص فقت من اللي انت فيه وهتمشي صح يا حسام؟ يا أمي ما حدش بيمشي في الغلط بمزاجه، الظروف هي اللي بتجبرنا على الغلط، بس مع أول فرصة للصح الواحد بيرجع زي ما أنت شايفة. أيوة كده يا ابني، طمنت قلبي. ربنا يطمن قلبك. أنا مش عايزة أقول لك يا حسام أنا مبسوطة بكلامك ده قد إيه. ماما
الخير. مساء النور. تعال ابارك لحسام. ابارك له على ايه؟ حسام يشتغل في شركه تصدير واستيراد. ايه مش طلع منك كلمه مبروك يا محمد؟ مبروك، بس على الله كلامك يطلع صح يا حسام. معلش يا حسام ما تزعلش مني، انت عارفه يعني لما بيتقمص بتبقى راسه ناشفه قد ايه. اللي اخوك فيه ده مش قمص، انا مربيه وعارفه كويس. مربيك انت وهو، انتوا الاتنين عيالي مش اخواتي. اخوك كان شايفني حاجه كبيره جدا، ومن وجهه نظره ان انا خذلته كسرته قدام الناس. بس اذا ربنا ادانا العمر الايام جايه كتير وكفيله تثبت له ان انا ما خذلتوش. يعني خلاص مش زعلان منه؟ حد يزعل من عياله؟ ما قلتلك انت وهو مش اخواتي، عيالي. ربنا يهديك يا ابني ويخليكوا لبعض. ربنا يهدينا جميعا يا ماما وترضي عننا كده. بقولك يا ايمان، انت متجوزه؟ كنت، الله يرحمه بقى. خلاص عريسك عندي، اخويا شغال في الخليج وراجع مخصوص عشان الفرح ده. لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. ما تفكريش في ليه؟ ده انت صغيره وزي القمر، يعني ما نفسكيش تبقى عروسه زي العرايس اللي انت بتزوقهم كل يوم والتاني؟ انا لبست فستان فرحي خلاص، كل الفرق معايا دلوقتي اطلع بنتي دكتوره زي ما ابوها الله يرحمه كان عايز. الله يرحمه. منيره جالكم كلامي؟ طلعت ماشيه في الحرام وحبله كمان. انا مش مصدق اللي بيحصل ده. يا جماعه يمكن حبله من دياب، حرام عليكم. دياب؟ دياب ميت من شهور. يا دي الفضيحه، والعمل دلوق؟ العمل عمل ربنا، وربنا رايد يفضحها. ما بزيادكي يا نجيبه عاد. بزياداني ليه؟ ما انا قلت لكم انها مش شريفه، وقفتوا كلكم ضدي. ما كناش نصدق ان حكمه تعمل كده. كنا فاكرينها اصيله وعندها شرف. وهتجيبي منين الشرف من واحده خاطيه زي دي؟ يا خساره يا حكمه، يا خساره. حلها الوحيد انها تتقتل ونغسل عارنا قدام الناس. حرام عليكي يا شيخه، ليه القسوه دي؟ دي عاداتنا، ولو عمها ما قتلهاش انا ليا تصرف تاني. اهدي يا حكمه، اهدي. انا قلت لك هتصرف. ايوه هتصرف. ايه كان نقصنا يا ايه؟ إيمان. ايه ده حسام؟ دي عربية جديدة؟ ايه رأيك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان اترحم بقى من زحمة المواصلات. ايه رأيك يا ملوك؟ يعني الله، وانت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ امال لما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيرة وانت عارف كده. انا عارف يا سنتي، بس انت مش هتسوقيها لوحدي، انا هسوقها معاكي. ايه رأيك؟ اتفقنا. ايه اتفقنا؟ بالمناسبة دي هعمل لكم بكرة يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربية الجديدة، نخرج نتفسح نمشي شوية يعني، عشان خاطر ملوكة. ولا ايه يا ملوكة؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى؟ ماشي. هتيجي؟ لو مالك وافقت يعني انا موافقة. اي مالك موافقة؟ طب خلاص انا موافقة. يعني احتمال ماما تبقى موجودة، شهندة، حصان الصغير، يعني اهو نتبسط شوية. يا ريت. طيب اشوفكم الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح على خير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامة. ارتجي. مين اللي حب عليك يا فاجري؟ يا عمي حرام عليك، ما تقولش كده. امال اقول ايه؟ تحبنا وجوزك ميت، جبت لنا العار ومش همحيه الا موتك يا فاجري. يا معايش عايش وكلمته وهيادي. بتقولي ايه؟ صدقني يا عمي، دياب عايش ولا في بطني ده ولده؟ وانا حرة وشريفة وعمري ما كنت خاطية. كيف عايش والحكومة ذات نفسيها بتقول انه ميت؟ فكراني اكل من كدبك وارحمك يا فجري. صدق يا ابني دياب عايش، والله العظيم عايش. انا صادق بيه. دياب دياب بالعسل يا اخوي. دياب منصور البطاش، شحمه ولحمه، اللي عنده كلمة يلمي.
حدش هيمس شعره منك واصل. طمني يا منصور. دل على السلامة يا دياب. عاوزكم تعرف اللي في بطن حكمة ديه يبقى ولدي جابر، ورد دياب البطاش أشرف.